بالنسبه للصدمه ايضا اللي خدها رئيس نادي الزمالك في موضوع الاستبدال، حتى الان يرفض اتحاد الكره فتح باب الاستبدال بخمسه تاني في يناير. الضغوط عنيفه ورئيس نادي الزمالك يجمع توقعات من اجل هذه القضيه المهمه لعدد من الانديه، مش للزمالك بس، الزمالك بقى له لاعب، لكن في انديه كتير جدا استنفذت، وده امر يقف ضده كابتن محمد فضل ويرفض التلاعب في شروط المسابقه. المسابقه بدات بشروط تنتهي بشروط، ده بيقولوه بقوه، لكن ايه اللي هيحصل الله اعلم. طب لو فتحت طب الاهلي هيستفيد، الاهلي هيستفيد مش هيستفيد؟ الاهلي هيستفيد جامد جدا جدا جدا. يا عم انا مالي ومال مرتضى، يا عم انا مالي ومال مرتضى، سيبوا بقى، انا تعبت والله. ناس عماله تبعت لي اخبار عنه وحاجات بالشكل ده، و اللي انا عاوز اقوله فيما يخص رئيس نادي الزمالك، انا ما اتكلمتش من يوم ما هو هدد يعني ورد عليه. اللي انت عاوز تعمله اعمله، احنا في بلد قانون، نحترم كل مؤسسات الدوله، نقدرها، نثق فيها، ما بنتهتش وما بنخافش. وعلمت انك لم تلتقي معالي النائب العام، بقى مرت الاربع بوابات اللي مفترض تمر عليهم هناك في التجمع، وان مؤسسات الدوله احنا بنثق فيها. وامبارح جريده الوطن العملاقه نشرت خبر انه تم منعه من الظهور على قناه الحدث. يلا عاوز اقوله، اقوله له هو يعني، اتمنى ان تفيق، اتمنى ان الظرف اللي انت بتمر بيه يدفعك الى طلب السماح ممن ظلمتهم وافتريت عليه، لان العمر ما فيهوش قد اللي راح. فبدل ما احنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مرتضى منصور ومن عاون ومن نصر في كل وقت، ما بنقولش غير كده. واحد تاني بقى يقول لي ده نوع من انواع الضعف، اقول له يا عم ماشي، انا بقول كده، احمد سعيد له طريقته، عبد الناصر له طريقته، سامي المصري له طريقته، انا طريقتي كده، انا ده طريقتي، ثقتي في الله ويقيني في الله بقول كده. يعني احد الاصدقاء بيقول لي طب ما ده دليل ضعف، قلت له مش دليل ضعف، الفكره مش بلطجه، ولا الفكره الخروج عن القانون. اتمنى ان يفيق وان يطلب السماح، ان الناس تسامحه، مش ابو المعاطي ولا عبد الناصر ولا احمد سعيد ولا العتال ولا عباس، الناس كلها اللي ظلمها، لان حقوق العباد لا يسامح فيها الله، بل بيجيب العبد فيقول له لمن هذا القصر يا رب؟ يقول له لك بس لو سمحت عبد الفلان اللي قال كذا وكذا. فحقوق العباد لازم العباد بتسامح فيها، حقوق الله بيسامح فيها، فحقوق العباد لازم هم اللي يسامحوا. اتمنى انك انت في ظل الازمه اللي بتمر بيها، واللي انا لن اتحدث عنها باي حال من الاحوال، لا تلميحا ولا تصريحا ولا كلام بالشكل ده، لان دي اخلاقياتي وده ديني، دي اخلاقياتي وده ديني، ما ينفعش اتكلم في الامور دي خالص، لا ليك ولا لغيرك، لا ليك ولا لغيرك. فاتمنى انك انت تطلب السماح من الناس، ولا تستمر على نفس الطريق من توجيه الاهانات والسباب والشتائم وظلم الناس، محاربتهم في اكل عيشهم، والخوض في الاعراض وفي السمعه والافتراء على الناس. خلاص احنا خدنا حصانه بقالنا سنين طويله جدا بتقال علينا نفس الكلام، ثقتنا في الله ويقيننا في الله بيخليناش خلاص، مبقاش الكلام بيفرق معانا. لكن اللي انا بتمناه لك، مش لنا، لك انت وانت في هذه المرحله السنيه، انك انت ربنا يهديك وتطلب السماح من الناس. اللي ظلمته قول له سامحني، ده لا يعيبك ابدا، ده لا يعيبك. خلاص رئاسه النادي، خدت رئاسه النادي، خدت رئاسه لجنه الانديه، خدت رئاسه كل الانديه، خدت رئاسه اللجنه الاولمبيه، خدت رئاسه الاتحاد الدولي، هتموت وتحاسب على أقوالك وأفعالك في حقوق الناس والخوض في أعراضهم وفي سمعتهم. وأنا شخصيا لا أسامح، لا أسامح، لا أسامح، إلا إذا الآخر شعر بالندم وطلب السماح. ما شعرش بالندم خلاص لا أسامح. اللي أنت بقى بتقوله كله، كان زمان بيجي لنا التهديدات عبر وسطاء وفي تليفونات وكلام من ده، وكنا بنقول الكلام ده وبنعمل بيه محاضر وحاجات بالشكل زي المرة دي، برضه بلغ للنائب العام وخلاص، بنحملك المسؤولية كلها في هذا الأمر. لكن أنت بقى بتقولها بعظمة لسانك خلاص، بقت قدام كل الناس،
ما يصيبنا أو أسرنا أو أبنائنا أنت بتتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس وأمام القانون، لأن الناس عارفة خلاص مسألة بقت علنا بينا في كل حتة، أنتوا الثلاثة اللي هتتقتلوا فلان وفلان وفلان، أبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد. فأنا أتمنى إنك أنت تفيق تفيق في هذه المرحلة السنية من عمرك، وتطلب السماح من الناس، وأولهم كابتن محمود الخطيب الذي خط في عرضه وفي سمعته. الأمور التانية نحن بنتكلم فيها الكورة والرياضة، ده حقنا كإعلاميين إن احنا نطالب بيه. لما بنقول بنطالب بيه حصر تبرعات المستشار تركي الشيخ لنادي الزمالك وإعلانها على الرأي العام بالمثل زي ما حصل في النادي الأهلي، تبقى التبرعات لأفراد، تبقى التبرعات للفرقة، تبقى التبرعات للنادي، لا عايزين نشوف دخلت النادي ولا ما دخلتش النادي، وهذا حقك الكامل، اطلع قول لنا حصل كذا وكذا وكذا. موضوع التأشيرات قلنا كشف بأسامي الناس اللي في الزمالك اللي خدوا تأشيرات، عايز تقول يا سيدي وديت بشلوش ماشي حقك، لكن انك تهدد ما بنخافش غير منه، لو كنا بنخاف ما كناش صمدنا قدامك حتى الآن، لكننا لا نخشى إلا الله، لا نخشى تهديداتك، لأن أبسط حاجة إيماننا ويقيننا بالله يفوق خيالك. اليقين في الله ده حاجة متعة جميلة للي يجرب، للي يجرب. وبالتالي أنا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، وبتكلم فيه لآخر مرة، وأتعامل مع كل الأندية على السواء وللجميع كل الاحترام، واللي هيحترمنا هنشيله فوق راسنا، مش هيحترمنا هنعرف ناخد حقنا بمليون طريقة. المهم ننتقل إلى رباعي النادي الأهلي كابتن وليد سليمان أحمد.